زمان زمان كانت الصبورة حيط والطالب ذكي، اليوم صارت الصبورة شاشة ذكية والطالب حيط. زمان كان بيتنا غرفة صغيرة وصالة بيتجمع فيها القرايب والجيران، واليوم بيتنا كبير وغرف كتيرة ما فيها غير الأرض والجدران. هذا مسافر وهذا مهاجر وهذا زعلان وهذا من الدنيا طرشان. زمان كان غدانا رز وبرغل وباذنجان، نفرش الأرض ونأكل من صحن واحد وضحكتنا يسمعها الجيران. ولك واليوم، اليوم السفرة مليانة لحوم ودواجن وصحون أشكال وألوان، بس يا حسرة يا حسرة الأماكن فاضية تتمنى يتجمعوا الأهل والخلان. زمان زمان بالدار سهرتنا والأب يحكي لنا قصة وحكاية كان يا مكان، ومن ضحكتنا تبين الأسنان. ولك واليوم سهرتنا على الموبايل واتس ونت وفيسبوك حتى صرنا بخبر كان. زمان زمان كنا نسأل عن بعض ونزور بعض ونتلاقى بالأحضان، واليوم واليوم من العيد للعيد لنزور بعض غصب عنا كمان. حتى السلام لك حتى السلام عن ناشف كمان، والقعدة عقلوبنا نيران. ولك زمان زمان لو مرض الواحد فينا تتجمع حواليه كل القرايب والجيران. واليوم اليوم الاخ ما بيقدر يقول لاخوه الحقني، ولك الحقني انا تعبان. زمان كانت الالف ليرة مع البركة تكفي العيلة شهر وزيادة كمان، ولك واليوم 500 و600 ألف ليرة ما بتكفي العيلة شهر وبيتدينوا كمان. زمان كان في جامع واحد بكل حي وبعيد كمان، وكل الناس بتروح بتصلي وما بيبقى مكان. واليوم بكل حارة مسجد وصف واحد ما بيكمل كمان. لك زمان كانت زمان كنت تعرف مين ساكن باخر الحارة وتعرف قرايبه كمان، واليوم ما بتعرف مين جارك وبابه جنب بابك، يسافر ويمرض ويروح ويرجع وانت ما بتعرف عنه اي شيء حتى ما في سلام. زمان كان في تلفزيون واحد بالبيت وكم قناة، وفترة للأطفال وفترة للكبار والكل مبسوطين كمان. واليوم بكل غرفة في تلفزيون وريسيفر والف قناة، وشو عم بيصير ما حدا دريان. زمان كان في تلفون واحد بالبيت وما يرد عليه الا الاب او الام مع كل احترام. واليوم مع كل واحد بالبيت في عنده موبايلين، ومن الاكل ما نشبعان. للاسف للاسف واقعنا تعيس يا اخواني.